زخم شعبي وظف من قبل التيارات المدنية في العراق وتحالف سائرون، اللذان أشرفا على تظاهرة ضمت المئات وسط العاصمة بغداد، والهدف إيصال رسالة مباشرة لبعض القوى السياسية بعدم القبول بتمرير شخصيات حزبية في الحكومة الجديدة. لا يمكن تصور اقدام على الاصلاح دون فهم الرؤية للاصلاح، وضع برنامج واختيار شخصيات كفوة نزيهة قادرة على تنفيذ هذا البرنامج. اغلب المتظاهرين حاملوا الاعلام العراقية فقط، مرددين شعاراتهم بضرورة ان يكون القرار عراقيا بعيدا عن الاملاءات الخارجية في رسم ملامح الحكومة الحالية او التدخل في عملها. جيت من البصرة لحد لهنا وجاي اشارك بهاي التظاهرات واطلب المحافظات ان يجون بهاي ساعة التحرير حتى نصير ايد واحدة ونقضي على الفساد والمفسدين. لكن مطالب المتظاهرين اتسعت لتنتقد الاداء السياسي في البلاد والاحتجاج على تمسك الاحزاب السياسية بتقاسم المناصب وفرض سيطرتها على مفاصل الدولة. هذا الاحتجاج انه رسالة للحكومة، رسالة للبرلمان انه يختار حكومة وطنية، والا الشارع مقابلهم. كافي، كرامة الانسان العراقي هي اعلى من كل واحد. ما نريد تدخل خارجي. ومع نهاية تلك التظاهرة ضرب المحتجون موعدا جديدا لهم بدعوات للخروج إلى الشوارع في حال عدم الاستجابة لمطالبهم أو تجاهلها. كرنفال بمثابة رسالة تحذير أطلقتها هذه الجماهير للقوى السياسية العراقية ولدول الجوار بعدم التدخل في القرار الحكومي العراقي. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.